السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا برنامج اسمه سايب شيرم، ده برنامج مجاني هنقدر نشوف الأحمال الحرارية والحاجات الخاصة بالتكييف من خلاله. أول حاجة بنفتح المشروع، هوت بتلاقي اسم المشروع، ديسكريبشن، المواصفات، كل المواصفات الموجودة جواه. تمام، هقول له أكسبت، هيبدأ يفتح لي بالشكل دوت. اقول له انا عايز اشوف الاول البيلدينج، اهيت دي اللايبراري اللي موجوده، مثلا السبيس ده الهوتيل مثلا. تمام، ده كيوبيت، يبدا يجيب لي بقى المعلومات اللي جواه، عايز انت في سكادول، عايز في فنتليشن، كميه الفنتليشن اللي عايزها، كام لتر للشخص، كام لتر في الثانيه للشخص، والاشخاص الموجودين، واللايتنج الحساب بتاعتها، وانترنال ريكويرمنت، كل المعلومات دي هقول له اكسبت. وكذلك كل غرفه منهم فيها الاعداد بتاعتها، ممكن تقول له دي نوت كيوب دي مثلا، فيقول لك هيبدا هو يحسب ال ريدكشن فاكتور والاير. بعد كده هتلاقي الفساد، هيبدا يجيبهم لك ويجيب لك التفصيله ليها، الليارات اللي هتبقى موجوده مكونه منها. فهو بيجيب لك كل المعلومات الموجوده في المبنى، المشروع بتاعك كل جزء منه. ده مثلا تكنيكال روم 1، هتلاقي الريفرنس بتاعي، طيب الاريا، الفوليوم. بعد كده لو دوس على المساحة هيجيب لك كل حاجة موجودة فيه. تمام، مثلا التواليت دي، الوول الموجودة فيه، الفلور، الاوبننج، اللينير، ثيرمال، بريدج، اي معلومة برضه عايز تدور عليها تقدر تعمل عليها سيرش تلاقيها. ده الثيرمال لود، هيبدأ بقى يجيب لي الزون نفسها دي ار اف، طب متكونه من قد ايه، يبدا يجاوب لك. وهنا بيعمل لي تركيز على الجزء اللي انا عامله سيلكت، فكل ما تعمل سيلكت على حاجه بيبدا يجيب لك زوم عليها بالشكل دوت. تقدر تعمل اكسبورت للملف دوت على هيئه سي اكس ال، تقدر بقى تعمل ابديت او اكسبورت اي اف سي الفايل نيم.